اول امر يا جماعه واشهر امر احنا بنشتغل بيه عندنا الاكسترود بوس. طيب انا هختار اي سكتش من ضمن الاستراتيجي الكويسه اللي عايزك تشتغل بيها، ان انت تشتغل من نقطه الاوريجن، عشان بعد كده لو احتجت هتنقل بلان او ترسم بلان جديد بارلل او عمودي على البلان اللي انت شغال فيه، تكون عارف انت ابتديت الرسم منين. تمام؟ او لو انت هتعمل ميرور او هتعمل اي سيمتريه لاي جسم، يبقى انت عارف ان نقطه الاوريجن انت هتشتغل بيها ازاي. طيب انا السكتش بتاعي بالشكل ده خلصت، هعمل له اكسترود. تمام؟ طيب الاكسترود بتاعي هبتدي في الاتجاه الامامي او الخلفي. تمام؟ عايز اعكس الاتجاه بتاعي باي شكل؟ بالشكل ده كده. طيب او لو انا عايز اشتغل المكعب ده اعمله على طول ك thin features، او اعمله بسمك معين بدل ما ارسم جوه واعمل اكسترود او الاكسترود كات. تمام؟ انا في عندي امر هنا thin features على طول، وحددت السمك بتاعي بتاع المكعب زي ما انا عايز. تمام؟ اوتوماتيك على طول اتعمل اكسترود. عايز ياخد اطول او اكبر السكنس او اقلله بالشكل ده او من هنا بالدايمنشن بتاعي. طيب هضيف حاجه ثانيه علشان هنشوف حاجه عندنا هنا اسمها كونتورز، سيلكتد كونتورز. سيلكتد كونتورز يا جماعه لو تلاحظوا، شوف انا هعمل الجسم ده زائد الجسم ده زائد الجسم ده، اختار لي ثلاث اجسام وعمل لهم كلهم اكسترود. واضح يا شباب؟ شايفين عامله ازاي؟ طب شوف انا هعمل ايه تاني، هغير بالشكل ده كده، هاخد الجسم ده والغيه. او لو انا هاخد الجزء ده بس والجزء اللي فوق، شايفين الجسم بتاعي بقى شكله عامل ازاي؟ يبقى انت تقدر لو انت راسم كذا سكتش ممكن تقدر تعمل له هولو على طول. طيب حاجه تانيه بالشكل ده كده برضو، واضح يا شباب؟ تمام؟ طيب طبعا امر كات، عايز تعمل كات هنشتغل على نفس الرسم بتاعنا. عايز تعمل كات في الجسم ده باي شكل ما، بنيجي سكتش بنحدد البلان اللي انا هرسم فيه، وباخد اي شكل موجود، اي شكل انا عايز اعمل له كده
على الجسم. وباجي من الفيتشرز بقول له اكسترود كات للجسم ده. تمام؟ طيب انا عايز اعكسه في الاتجاه الثاني. يبقى السهم بره او جوه. تمام؟ القطع بلايند او ثرو اول. يبقى انا كلمه ثرو اول لو انا عملت بلايند يبقى انا لو كان السكنس ده 10 وجيت كبرت الجسم المره اللي بعديها خليته 15 هيفضل القطع 10 على طول. تمام؟ طب لو انا عملت ثرو اول وكبرت الجسم من 10 خليته 20 اوتوماتيك التعديل هيتم كمان معاه لان هو واخد امر ثرو اول في اي قطعه هينفذه. يبقى الامر بيتنفذ اوتوماتيك مع الشغل الجديد. لو انا عامل ثرو اول فاهمين انا بتكلم فيها يا شباب؟ يبقى هو برنامج تفاعلي ذكي. اي امر جديد انا هديه لو انا مديله ثرو اول يبقى اي تعديل جديد هيطرا هو هينفذه كمان، مش هيكتفي ان هو نفذ لو البلاين هيقف على اخر حاجه هو واقف عليها، لا لو انا عامل ثرو اول اي تعديل هيكمله معاه. يبقى انا بقول ثرو اول نفذ الشكل بقى القطع بتاعنا بالشكل ده كده، لو جيت تبص من ورا القطع ماشي كله طوال. واضح يا شباب؟ طيب عندنا في نقطة الأوريجن لو أنا عايز أعمل لها إظهار من الشو أيتمز. تمام؟ عندي فيه نقطة الأوريجن بظهرها على الرسم، عندي فيه حاجة أي أكسس أنا عملتها بظهرها. تمام؟ لو أنت عايز تعمل سيمترية لأي جسم بتشد أكسس من اللاين بتاعنا هنا، مش أمر اللاين موجود فيه سنتر لاين. تمام؟ بتشد أكسس موجود مثلا سي انت عايز تاخد المربع ده الفيس ده تشد اكس من النقطه دي للنقطه ديت ولما هتقف على الاكس انت عارف نقطه الاوريجن بتاعك او نقطه الميد بوينت او نقطه المنتصف اوتوماتيك هتعلم عندك يبقى انت كده عرفت نقطه المنتصف هتبتدي منها شغل. واضح يا شباب؟ طيب عندنا في اوامر ثانيه برضه ريفولف كات. هرسم اي شكل عندي بالشكل ده مثلا هاخد سيركل. تمام؟ طيب امر الريفولف بيلف الجسم حوالين مستوى او حوالين خط او حوالين سنتر لاين. طيب انا علشان السيركل ديت اعملها اسطوانه دائريه طب انا لازم الففها حوالين اكس. تمام؟ فانا هعمل ايه؟ هرسم سنتر لاين بالشكل ده كده. تمام يا شباب؟ عايز توسع المسافه او تقربها من السنتر لاين تحط سمارت دايمنشن وتقيس المسافه من هنا لهنا بحيث ان يبقى ايه؟ مركز الاسطوانه ديت عايز تكبره او تصغره باي شكل ما انت عايزه. طيب هاجي اعمل ريفولف. تمام؟ شايفين اوتوماتيك على طول خد السنتر لاين بتاعي ايه؟ اللي انا عامله ده. تمام؟ طيب انا ممكن عايز اعمل الجزء ما اعملهاش 360 درجه اعملها 50 بكمل الشكل بتاعي بالشكل ده يا جماعه. طيب عايز اعمل سيكنس وانا شغال على طول. تمام؟ اديته سيكنس لو تاخدوا بالكم شايفين السيكنس عامل ازاي؟ وضحت. طيب كده الامر اتنفذ. واضح يا شباب؟ يبقى انا امر ريفولف لازم تكون فاهم علشان مسألك برضه محتاج ايه علشان ارسمه عشان يتفعل الامر ريفولف. محتاج السكتش. تمام؟ ومحتاج الاكس اللي هيلف حواليه. صح؟ ماشي يا شباب؟ طيب عندنا امر تاني امر سويب. امر سويب زي ريفولف بس امر سويب بيعمل فيه ايه بقى؟ بيحتاج حاجتين برضه. بيحتاج سكتش او البروفايل
اللي هيبقى هيمشي عليه الشكل، تمام، والباث او المسار اللي هيتحرك فيه الشكل بتاعنا. طيب بس هنا لازم البروفايل ولازم الباث الاثنين في مستويين مختلفين تماما، الاثنين في مستويين مختلفين تماما، لازم المستويين عمودي على بعض. تعال هنشوف مثال. هنسيب السيركل بتاعتنا او هنعمل صح، نجيب من اول وجديد تاني. تمام، هشتغل على الفرونت بلان، تمام، وهرسم سيركل فيه، تمام. طيب علشان ارسم الباث ده البروفايل بتاعي بالشكل ده كده، علشان الباث اللي السيركل هتمشي وتروح فيه بالمسار بتاعه لازم يكون عمودي على المستوى اللي انا رسمت فيه. طب ايه العمودي على المستوى بتاعي؟ ده الفرونت، يبقى العمودي عليه اللي هو ايه؟ التوب بلان، تمام. يبقى اما نيجي نرسم يبقى لو تلاحظوا يا جماعه ان البروفايل بتاعي السيركل والباث ان السيركل هتمشي بالشكل المنحني ده، تمام، ده المسار اللي انا عايز السيركل بتاعي تمشي فيه. هاجي اختار امر سويب، تمام، احدد البروفايل بتاعي، اتاكد ان الايكون اكتف هنا، واختار السيركل، والباث بتاعي هختار السكتش رقم 5. شوف تم ازاي؟ واضح يا شباب؟ تمام؟ تاني انا خلصت البروفايل والباث بتاعي، عايز اخد امر سويب، تمام؟ أول حاجة قال لي حاجتين مستويين لازم أختارهم، البروفايل وعليه السيركل بتاعي علشان أنا عارف إن ده هو شكل الرسم اللي أنا عايز أفعله، والباث أو المسار اللي هيمشي عليه. أجي أعمل كليك على البروفايل وبختار السكتش بتاعي هنا، ممكن أختار من على الرسم أو ممكن من أختار من الأوامر اللي أنا عاملها، تمام. أنا عندي سكتش نمبر 4 اللي هو البروفايل بتاعي، عملت عليه كليك ظهر السكتش بتاعي هنا، اوتوماتيك الايكون نقلت على طول على الباث بتاعي، تمام. الباث هاجي اخد، ممكن بدل ما اخد المسار مسار اخد السكتش كله اللي هو المسار كله على بعضه اللي هو السكتش نمبر 5 كله، تمام يا شباب، اوتوماتيك عمل الجسم بتاعي. طيب لو عملت اخترت اوكي بقى الشكل بتاعي بالشكل ده كده، واضح يا شباب؟ طيب انا ممكن اعدل حاجه تاني اختارها انها اصلا كبايب، لان غالبا الامر ده لو انت بتعمل خطوط مواسير، تمام، بيبقى فيها لها ثيكنس، واضح يا شباب؟ بزود السكنس بتاعي، بقت البايب بتاعي بالشكل ده كده، تمام يا شباب؟ طيب يبقى امر سويب
محتاج تو سكتشز، نمبر 1 بروفايل، نمبر 2 الباث. تمام؟ طيب. نعم؟ هولو هولو باي. تمام؟ وعايز تبص عليها؟ تمام؟ هولو باي واضحة كلها. طيب عندنا في أمر تاني اللوفت. تمام؟ أمر اللوفت ده زي أمر الإكسترود، بس الإكسترود يا جماعة بيبقى لشيب واحد وبيديله السكنس بتاعه. لكن امر لوفت نفترض ان انا عايز اعمل سيركل واعمل لها اكسترود على ريكتانجل في الاخر. طب هل ده ينفع من غير من بامر اكسترود؟ مش هينفع، لان اكسترود هو الجسم يعمل له اكسترود اي سيكنس انت عايزه بس يكون نفس الشكل. طب لوفت مش هينفع، الاكسترود مش هينفع. في امر جديد عندنا اللي هو اسمه امر لوفت تان. طيب عشان اوريكم الاشكال وبعدين احنا نرسمها. ده كان حاجة عملنا لها سويب بالشكل ده كده. ممكن تقعد تعمل مسار، أي مسار أنت عايزه مفيش مشكلة. تمام؟ ده أمر اللوفت اللي إحنا هنرسمه دلوقتي. تمام؟ لوفت أنا عندي عملت اكسترود ما بين حاجتين، ما بين القطاع ده السيركل والقطاع التاني الريكتانجل بتاعي بالشكل ده كده يا جماعة. تمام؟ طب ايه هيتم ازاي؟ هنرسم مع بعض، ناخد شكل جديد. هنرسم المرة ديت مثلا على التوب بلان. تمام؟ لو تلاحظوا يا جماعة علشان اعمل الامر لوفت، تمام، علشان اعمل اكسترود انا رسمت الجسم ده او الريكتانجل بتاعي وفي مسافه معينه وحطينا السيركل. طب هل الرسم السيركل ديت على نفس المستوى اللي كان فيه الريكتانجل؟ لا. فعلشان ارسمها احنا كنا الاول بنرسم على نفس المستوى واعمل اكسترود فتنقلني في مستوى ثاني اوتوماتيك. طب انا دلوقتي مش هعرف، انا عايز اعرف البلان ده علشان ارسم، احدد بلان علشان ارسم عليه السكتش الثاني ايا كان، مثلث مربع سيركل وات ايفر، علشان اوصل ما بين التو سكتشز فلازم اتنقل لمستوى جديد علشان ارسم عليه السكتش الثاني بتاعي. يبقى انا هنا في النص هنعرف حاجه جديده اللي هي ايه؟ هاو تو درو ا نيو بلان، ان انا ارسم بلان جديد على مسافه معينه قد ايه علشان ابتدي ارسم على السكتشات بتاعي. واضح يا شباب؟ لأن أي سكتش، أي سكتش أنت هترسمه هنا هيعتبر ده مكمل للسكتش بتاعنا، لكن في حين إن أنا أصلاً ده في مستوى والتاني في مستوى تاني خالص. واضح؟ طيب يبقى أنا هخلص السكتش بتاعي ده وأختار من فيتشرز الريفرنس جيومتري، أختار نيو بلان او بلان جديد. تمام؟ قال البلان بتاعي فيرست ريفرنس، المرجع بتاعي ايه؟ تمام؟ او البلان بتاعي هيبقى موازي لايه؟ انا كنت راسم على التوب، يبقى الايكون بتاعي ديت هعلم على التوب بلان بتاعي. تمام؟ هميل لكم الشكل كده علشان ناخد بالنا. طيب المسافه قد ايه؟ هو انا عايزه متوازي ولا عمودي ولا ايه بالظبط؟ ولا مايل على المستوى بتاعي؟ ما انا ممكن ارسم بلان مايل بزاويه ميل، صح؟ واضح؟ طيب ممكن ازود المسافه بتاعي، هتبص تلاقي البلان عشان الصوره توضح. اللي تحت ده التوب بلان الريفرنس او البلان الاساسي بتاع الشغل بتاعي،
وده البلان الجديد اللي انت عايز تشتغل عليه. طيب عايز تعمل له فليب، تنقله تحت او فوق المستوى، عايز تعمل اكتر من بلان ولا هو بلان واحد بس؟ تمام. طيب وهنخلي على مسافة 100 مليمتر. تمام. في عندنا في تكملة الامر مستوى تاني، عايز تاخد ريفرنس تاني وريفرنس تالت تصعب الموضوع، او تاخد في المستويات الادفانسد ممكن تاخد اكتر من مستوى بالنسبة لمستوى معين. تمام. لكن احنا هنكتفي ان انا هرسم بس موازي من المستوى اللي انا شغال عليه. يبقى انا دلوقتي ظهر عندي، بس عشان ظهر عندي بلان الجديد. تمام. شايفين التري بتاعي اللي موجوده ديت، الفيتشرز تري، تمام، او الفيتشر مانجر، عندي فيه ثلاث بلانات بتوعي اللي هم الاساسيين، وظهر البلان نمبر 1 اللي هو الجديد بتاعي. تمام. انا هعمل رايت كليك على البلان واختار سكتش، يبقى انا هرسم على البلان ده علشان الناس ما تغلطش وتروح ترسم على البلان ده. لا، انا هرسم على البلان الجديد بتاعي اللي انا حددته. تمام. وعايز ابص عمودي على البلان اللي انا حددته بالشكل ده كده. ارسم اي شكل انت عايز ترسمه، هنختار المره دي مثلا شكل سداسي. تمام. يبقى انا دلوقتي رسمت في بلان سكتش نمبر 2 وفي البلان الاول سكتش نمبر 1. تمام. طيب نيجي نعمل ايه بقى؟ نختار امر اللوفت بتاعي. اول حاجه هيقوم جاي اوتوماتيك هيختار السكتش نمبر 1 او السكتش الثاني، وبعدين هيختار السكتش نمبر 1. ظهر على طول تحته، واضح يا شباب؟ نعم. تاني انا اخدت امر، اخترت امر لوفت. تمام. هعمل لوفت ما بين ايه؟ ما بين تو سكتشز، السكتش ده والسكتش ده. يبقى اول حاجه السكتش اعلم ظهر هنا اهو، وبعدين علمت على السكتش الثاني ضافه عندي بالشكل ده كده. تمام. طيب الشكل غيره، شايفين ايه اللي حصل؟ نعم هقول لك. كده الرسم بتاعي انا اخترت التو سكتشز خلاص، بس تحس ان هما زي اللي معصورين على بعض، صح؟ انت عندك شايف البوره بتاعك ديت. تمام. لو انت شدتها بالشكل ده كده، واخد بالك؟ ما في ناس ممكن يكون عايز الشكل تويستد بالشكل ده كده، عايز نص زاويه ميل. نعم. النقطه ديت هو اوتوماتيك بيحطها لك على الجسم. عايز اختار الايدج بتاعي يبقى لافف بالشكل ده كده. تمام. اقول لك ليه. اولا انت مختار المستطيل اللي تحت عندك 4 اضلاع واللي فوق 6. تمام. فمش عارف هيوصل النقطه دي بديت ولا بالثانيه ولا بالثالثه، فهو بيدي لك النقطه ديت. انت عايز ديت خلاص، عايز توديها على ديت خلاص ظبطها. تمام. عايز تعمل له تويست توديها على ديت، هو بيعمل اللي انت عايزه. واخدين بالكم يا شباب؟ تمام؟ نعم. ما هو اصلا الامر ده مش موجود علشان حد عايز يعمل سيمتريه. هو اصلا ينفع سيمتريه ما بين سداسي ومربع وتعملهم كسروف؟ ما هو مش هينفع. ليه بقى؟ مش هينفع لان اصلا ده اضلاع فيه نقط، تمام؟ والتاني برضه نقط، بس عدد النقط هنا غير عدد النقط هنا. فانت هنا عندك 6 نقط واللي تحت 4 نقط. امال انا لو قطعت الكيس ده بعد ما تمام. تمام. هو اصلا ما هو كده دلوقتي بقى مظبوط اهو. هتشوف هعمل لك صح. يا باشمهندس الامر اصلا يا جماعه انتوا مش قادرين تقبلوا. انا عندي ازاي اصلا؟ طيب انا عامل لوفت ما بين شكل سداسي وشكل مربع،
طب ما انا هوري لك شكل. ده شايف ده؟ ده ما بين سيركل وما بين مستطيل. طالع مظبوط اهو. تمام؟ ايه المشكلة؟ يا باشمهندس مش شرط، انت عايز تزنق نفسك في حتة مزنوقة ليه؟ الموضوع بسيط، انت انا بختار عايز اعمل لفت مع مثلث ومع مستطيل، انت زعلان ليه؟ فهو هيختار ثلاث نقط واربع نقط، ما التاني كان ستة. فاهم قصدي؟ واضح يا شباب؟ يا جماعة الأوامر ديت مجرد أدوات للرسمة اللي أنت عايز تعمل زيها. فهمتوا قصدي؟ واضح يا شباب؟ ما اختار أي نقطة عادي مفيش مشكلة. ما أنا بقول لك دلوقتي أنا بعرفك البرنسبلز، جرب واشتغل وهتلاقي ينفع. واضح؟ طيب. طبعا النهارده كمهندسين ان ساعات بنعمل اشكال وبنحتاج، يعني النهارده مثلا ماسوره على القاعده ديت لو ما عملنالهاش فيها لحمات اللي هي اسمها الاعصاب او الريبس هتبص ممكن تقع. تمام؟ يبقى في حاجه اسمها ريب او العصب بتاعي. انا عندي مثلا تو بلوكس، بلوك ده والتو سيركلز ديت، عايز اربط ما بينهم بعصب بالشكل ده كده. تمام؟ فانا ممكن اعمل ايه؟ بدل ما اشد السمك هنا خط وهنا خط واعمل لهم اكسترود وبعد كده انزل لتحت. تمام؟ ما انا ممكن اشد خط واحد وانزل اقول له اعمل ان ده عباره عن عصب ما بين التو سيركلز، وهيفضل ماشي العصب ده لحد ما يلحم على القاعده اللي موجوده بالشكل ده كده. تمام؟ هنشوف طريقه العصب بالشكل ده. او ممكن عندي في حاجه ثانيه، عندي زاويه حديد بالشكل ده كده. تمام؟ قائمه، عايز احط عصب لحام هنا بالشكل ده كده او ارسمه او احطه. فشايفين انا عملته ازاي؟ تمام؟ ممكن بدل ما احطه على الطرف هنا بحطه في نص الجسم بتاعي، بحطه بعمل برسم ما بين النقطتين دولت. هناخد الرسمه ديت كده ونشوف احنا هنرسم ازاي. تمام؟ طيب باجي بختار سكتش وعامل رابد سكتش، رسم سريع. انا خلاص رسمت الجسم بتاعي ده وده وعايز اعمل عصب من هنا لحد هنا. تمام؟ باجي اختار المستوى اللي انا هرسم عليه اللاين بتاعي، المستوى بتاعي خلاص اهو، واعمل ايه؟ سكتش. هاخد اللاين وارسم من النقطه دي للنقطه دي. تمام؟ رسمت لاين، هو لسه مش فاهم ان انا عايز اعمل ايه، فانا بقول له ايه؟ باجي من الفيتشرز، عندي في حاجه اسمها الريب العصب. تمام؟ اختار اللاين بتاعه، ولو تلاحظوا انه عمل له اوتوماتيك ايه؟ سيكنس. بس شايفين عامل السيكنس ازاي؟ عامله بره. لا انا عايز اعمله جوه، او لو انا عايز اطلعه الناحيه الثانيه. تمام؟ او لو متماسك، طب انا عايز اعمله جوه. واخدين بالكم؟ السهم بتاعي ممكن يكون السهم بتاعي لبره، ما هو مش فاهم العصب هيبقى عامل ازاي، فيبقى انا بختار، ابقى انا عارف انا هعمل السيكنس بتاعه جوه ولا بره ولا متماثل، والاتجاه اللي انا عايز اعمل بتاع العصب، انا هعمل عصب رايح لجوه ولا نازل، يعني ماشي كده ولا نازل لحد الكورنر؟ نازل للكورنر، يبقى انا بغير اتجاه السهم بتاعي بحيث انه يبقى نازل لتحت. تمام؟ هختار بقى السيكنس ده قد ايه؟ مثلا هقول 20 مللي او 5 مللي او تمام؟ انا كده خلاص كل حاجه تمام؟ هعمل اوكي. هقول لكم ايه اللي ما حصلش. تمام؟ احنا العصب هيروح لحد فين؟ مش هيروح لحد الجسم اللي تحت. تمام؟ فاحنا ما كناش اخترنا الجسم اللي هيسافر العصب عليه، ولا هيفضل ماشي الى ما لا نهايه. معايا يا شباب؟ هل انا هفضل ماشي الى ما لا نهايه، ولا هفضل ماشي لحد مسافه معينه اللي هي نهايه الجسم اللي انا اقفل العصب عليها؟ فعشان كده احنا ما كناش حددنا.
سيلكت بودي الجسم اللي انا هختاره اللي انا هعمل عليه العصب تمام، واعمل رايت كليك خلاص العصب اتنفذ بالشكل ده كده. واضح يا شباب؟ طيب تعالى حاجه تانية، انا هشيل العصب ده تمام، وعايز اعمل انا عندي جسم تو سيركلز بالشكل ده كده تمام، عايز اعمل عصب ما بينهم، باجي اختار اعمل ايه؟ بختار البلان اللي انا هرسم عليه الخط اللي انا هحط فيه عصب تمام. البلان ده مش اللي هو الحرف اللي فوق بتاع السيركل تمام، اللي انا هشد عليه الخط ده. طيب انا اخترت نعمله تاني، البلان انا اخترت المستوى ده تمام وشديت اي خط. على فكرة انت عايز تشده سيمتري في النص السيركل ده، نص السيركل ده مفيش مشكلة تمام، عشان العصب يطلع متماثل تمام. بس المهم ان انا البلان من على سطح السيركل بتاعي، لان لو شديت الخط على بلان اعلى من كده تمام، هيبقى العصب هيبتدي من فوق، او ممكن انا عايز ابتدي العصب من تحت. يبقى انا بحدد ان انا هعمل بلان موازي ده على بعد مسافه مثلا سي نص المسافه، واشد الخط بتاعي. طيب انا الخط بتاعي شديته خلاص موجود هنا، باجي بقول ايه اللاين بتاعي ده واعمل له ريب بالشكل ده كده. شوفوا هو عمل السهم بتاعي لفوق، طب انا مش طالع لفوق ده، انا هنزل لتحت تمام. طيب بحدد ممكن اولا السيمتريه في جنب او في النص متماثل، وبعد كده بختار السمك بتاعه تمام، براحتك خالص اللي انت عايز اي سمك. شوف انت عارف اللي هيحصل ايه، ان هو هيقفل اوتوماتيك على السيركل بتاعي، يعني هيمشي يمد بحيث لان هو فاهم ان العصب بيقفل ما بين الجسمين دولت وينزل لحد البودي بتاعي اللي هو اللي تحت خالص. ما جابش لان احنا اصلا كنا مديين بعد اكبر، فكان اكبر من السيركل الثانيه، فما يبقاش اسمه عصب، لان العصب ما يبقاش سمكه اعلى من الجسم اللي انت هتمسك فيه. فاهمين قصدي يا جماعه؟ فلازم السكنس يكون اقل، يعني ما يعملش، ما ينفعش سيركل الدايمتر بتاعها 40 واعمل عصب 100، ده ما بقاش بقى عصب. واضح يا شباب؟ فعلشان كده هو رفض انه ينفذ الامر معايا، لان السكنس بتاعي كان اكبر من اللازم بتاعي، فبالتالي تم العصب او اترسم العصب بالشكل ده كده. واضح يا شباب؟ طبعا لو ما كانش امر الرب ده موجود كنا هنيجي هنا نرسم خط بالشكل ده وخط بالشكل ده، ونعمله تانجنت ونعمله اكسترود لحد تحت، وبعدين نعمله فيلت والحاجات ديت كلها. واضح يا شباب؟ فالاوامر ديت اوامر ذكيه بحيث انها تسرع لي باي عمليه انا عايز اعملها في العمليات الفنيه او في الرسم، خصوصا في الرسم الميكانيكي. تفرغ ايه؟ ديت دي هنا؟ لا، كات اكسترود. تيجي ترسم اي جسم على المستوى اللي تحت ده، اللي هو المستوى اللي هنا ده، ما هو اللي جوه ديت نفس المستوى، هترسم عليه وتقوم جاي عامل له كات اكسترود. او ايه؟ لا ما عادش ينفع بقى سيم فيتشر. سيم فيتشر اصل ديت انت بادي من على السطح تمام؟ ما بصوا يا جماعه، كل الافكار اللي بتطلع لكم لازم تجربها بايدك، لان ممكن واحد يعملها بطريقه واحد يعملها بطريقه ثانيه. لو انا من الاول كنت عملت البايب ديت بتاعي سيم فيتشرز وطولتها، كانت هتعمل كات وتكمل طوالي، لكن انا من الاول ابتديت على سطح المكعب ده وقفت هنا وعملت سلندر، فبقى ده جسم لازق مع الجسم ده. طب انا عايز اقطع في الجسم اللي تحت، انا اجي على المستوى ده وارسم اي شكل انا هقطعه واقول له اكسترود لتحت تمام، لان فوق مش هيعمل، انه هو فوق اصلا فراغ. واضح يا شباب؟ طيب الاوامر، في اوامر تانية
اللي هي ابلايد فيتشرز. تمام، الابلايد فيتشرز ممكن ما تحتاجش سكتشز او ما تحتاجش 2 دايمنشن سكتش علشان ارسمها، ممكن على اوتوماتيك على طول من على المجسم بتاعي او 3 دايمنشن موديل اشتغل بيها. تمام، مثلا عندي اشهر امر الفيلت او الشنفر بتاعي، لو خدنا على نفس الشكل بتاعي ده كده وجينا على الايدج او الحرف بتاعي ده كده، اخترت امر فيلت بالشكل ده كده، اوتوماتيك على طول عمل ايه اللي هو بيقولوا عليها يعني كسر السوكه بتاعتها. تمام، بس يا اما بخط مستقيم اللي هو الشنفر او فيلت بدوران. واضح يا شباب؟ طيب دي واحده بس بتطلع. ايوه الو ايه؟ طب يدور بقى يشوف بقى السرعه بقى فيها ايه والخط بيقطع على ايه. طيب معلش استنى في قلب المحاضره ايه؟ ماشي، لو في حاجه في اللي من الفيلم ماشي، الكمبيوتر محمد يخش يشغله ويشوف السرعه والخط كان بيقطع بقى ويشوف السرعه. لو تلاحظوا يا جماعه هنا قال لي الراديوس بتاعي، طب انا هعمل فيلت الاول لايه؟ ممكن اختار ايدج حرف واحد او ممكن اختار فيس بحيث انه يعمل الفور ايدجز كلها. لو انا عملت كليك على الفيس هيعمل شايفين عمل الدوران كله على بعضه، اختار الاربع حواف كلها مره واحده. يعني انا عندي اليه من هنا يا اما اختار فيس مره واحده الاربعه او ممكن اختار حرف حرف. طيب لو انا عايز اختار كل واحد اديله امر مختلف علشان هغير الراديوس بتاعه، يعني ممكن اعمل فيلت هنا ب 5 ملم وهنا ب 10 وهنا ب 10 او ب 15. طيب شوف الكيرفتشر بتاعي زاد ازاي. تمام، اكتر من كده لو تلاحظوا من الرسم اختفى، ولو جيت عملت اوكي هيديني ايرور لانه اصلا هيعمل دوران لدرجه ان هو كل الشكل، فما ينفعش. لو رجعت تاني ابتدى يظهر الفيلت بتاعي هيتقبل. واخدين بالكم؟ علشان لما يجي يديك ايرور انت اديت راديوس اكبر من اللازم. عايز ايه يا ابني؟ فين الباب يا باشمهندس؟ واضح يا شباب؟ بالشكل ده كده. تمام؟ نفس الشكل برضو امر الشنفر بتاعي. تمام؟ اختار الحرف بتاعي الانش. تمام، في حاجه مهمه جدا، كل ما زود كل ما هيبعد الخط بتاعي او السوكه اللي هتنكسر. تمام، تنزل لتحت. طيب لو انا عملت كيب فيتشرز انا ممكن اقلل الزاويه. معايا يا شباب؟ طيب اوريكم حاجه تانية، خلينا على نفس الشكل مفيش مشكله. لو انا عملت كسرت السوكه بدرجه ازيد من اللازم مش ممكن تشيل الدايره دي خالص. تمام، فبنيجي نعمل ايه؟ بقول له احتفظ بشكل الجسم بتاعي بحيث ان انا لو زودت مفيش مشكلة. شايفين اللي حصل يا جماعة؟ إن السيركل احتفظ بيها ونزلها لتحت، يعني مد السيركل لتحت، مع إنها في الرسم الأساسي ما كانتش أصلاً ممدودة. تمام؟ فنزلها لتحت اللي هو إيه؟ كيب فيتشرز. طب لو أنا جيت
قلت له ما تحتفظش بالشكل، تمام؟ هي هنا في الرسمه مش هتظهر. المفروض اللي هيحصل ايه؟ انه هيشيل السيركل دي خالص كلها. هوريها لك في رسمه ثانيه. شايفين يا جماعه انا عندي الريكتانجل ده. ايوه البوكس كان فيها ايه؟ مش صلحها يعني؟ خلاص ماشي. والسرعه خلاص ماشي، مفيش مشكله ماشي. مش هو ها؟ انا لغيت الكيب فيتشرز يا جماعه. شوف اللي هيحصل ايه لما جيت عملت امر فلت، لغى اللي كان المستطيل اللي فوق. واضح يا شباب؟ نرجع تاني بقول له احتفظ بالجسم، تمام؟ عمل ايه؟ نزله لتحت معايا. طيب انا هقول له ما تعملش كيب فيتشرز، بس انا هقلل المسافه بتاعي، تمام؟ لان الفلت بعيد، اما جيت اعمل شنفر ما قربتش من الجسم اللي فوق. لا هيسيبه، لكن لو عدى ورا خالص، لو عمل شنفر من اول هنا لحد هنا، يبقى انا معناته ان كل ده اتشال، صح؟ فلكن لو انا جيت من كله وقلت له احتفظ بالجسم، هيمده بقى لتحت. هي ديت الفكره. واضح يا جماعه؟ يبقى احنا كده برضو الامر الجديد الفلت والشنفر بتاعنا عرفناهم بيشتغلوا ازاي. طيب في عندي اللينير باترن احنا كنا اشتغلنا عليه، صح؟ طيب وكلنا عرفنا ازاي بيشتغل. وعند اللينير باترن في حاجتين، عندي في اللينير والسيركولار باترن، تمام؟ في حاجتين جداد في الباترن احنا ما كناش اشتغلنا عليهم قبل كده او ما شفناهمش خالص، الكيرف دريفن باترن والفيل باترن. الفيل باترن اشبه بيه، هوريك حاجه بالشكل ده كده. شايفين يا جماعه الشكل ده كده؟ تمام؟ الفيل باترن بتاعي ان انا بعمل مثلا زي اللي هيجي هنودي في التصنيع مثلا المصفى او اي مثلا حاجه عليها اخرام طوب كتير جدا، تمام؟ فانا عايز اعمل ايه؟ احنا كنا بنعمل باترن يا اما على السيركولر يا اما في شكل مستطيل يا طولي يا عرضي. طب لكن لو انا عايز اعمل حاجه اسمها فيل باترن، يعني الشكل ده داخل مسار محدد، ان كان الدائري بتاعي او الجسم كله، تمام؟ بشكل معين. طيب انا ممكن اغير الشكل بالشكل ده كده او بالشكل ده كده او بالشكل ده كده، تمام؟ طيب عندي ممكن ازود عدد الباترن بتاعي، تمام؟ ممكن اختار اغير اخلي بدل الشكل سداسي اخد معين او مربع او سيركلز بتاعي بالشكل ده كده، تمام؟
هنا المسافات ما بين الباترنز انت ممكن عايز توزعها او تقللها. طيب كل ديت اشكال اقدر اعملها في داخل الباترن بتاعي بالشكل ده كده. واضح يا شباب؟ وانس ان انا عملت رايت كليك اختار وعمل ايه؟ عمل لي الشكل ده داخل الحيز اللي انا محدده. يبقى ده امر الفيل باترن بالشكل ده كده. طيب الكيرفت باترن بتاعي، كيرفت باترن ده احنا كنا بنعمل الباترن بشكل ايه يا جماعه؟ طيب كنا الباترن بتاعتنا الاول يا اما بحدد مستطيل واكرر بخطوط افقيه او على مسار دائري منتظم، تمام؟ طيب لو انا عندي شكل بالشكل ده يا جماعه وحبيت اعمل باترن بس في شكل مسار منحني لا هو دائري ولا حوالين اكس ولا هو خط افقي في اي مسار باي شكل ما منحني باي طريقه ما، وعايز اعمل على المسار ده اهو او الكيربت باس ده عايز احط عليه باترن، تمام؟ فاحنا عملنا ايه؟ عملنا اخترنا واحده او اللي انا رسمتها على المسار ده، تمام؟ وحددت المسار اللي انا همشي عليه، تمام؟ واخترت الاكسترود كات اللي هي اول واحده، انا كنت عملت واحده فوق، تمام؟ بس عايز اعملها باترن عاديه، بس انا عايز اعمل باترن في مسار منحني بالشكل ده كده. لو انا الكات القطع العادي ده هعمل له باترن في مستطيل او في دائري سهله خالص، لكن طب انا المسار بتاعي واخد الشكل ده كده فانا مش عارف. ففي حاجه عندنا في الباترن اسمها كيرفت باترن، تمام؟ بتيجي من الامر اللينير باترن من تحت، في مجموعه اوامر في من ضمن الباترن اللي هي الكيرفت باترن. بختار الحرف اللي انا همشي عليه او الايدج بتاعي بالشكل ده كده، تمام؟ ايا كان الايدج اللي انا مختارها، تمام؟ هو طبعا عمل رسوم كتير جدا. تعرف عمل ليه؟ هو عمل باترن للجسم كله. شوف تحت الفيتشرز تو باترن الحاجات اللي اختارها، اختار الاكسترود سيل والاكسترود كات، لا انا مش عايز اللي تحت دي، تمام؟ واخدين بالكم؟ علشان بس ما تتخضش اي حاجه تظهر، لا ده هو ممكن يكون عمل كليك على حاجات انت مش محتاجها، تمام؟ طب الباترن ديت انت قايل له خليها ترانسفيرد كيرفد، يبقى هي مش هتطلع، هيعمل القطع هيطلع بره. لا انت عايزه اوفست كيرفد، تفضل محصوره داخل المسار بتاعي ايا كان، تمام؟ عايزها تفضل تانجنت، لو تلاحظ انها الخطوط ديت كلها تانجنت او الايند، يعني الشكل السداسي يفضل متوازين لبعض للمسار بتاعي، يفضل الجسم الضلع بتاعه موازي، ولا كل واحد بطريقه وضعه زي ما هو الباترن اللي محطوطه بالشكل ده هينقلها كده. فاهمين قصدي يا جماعه؟ تمام؟ اللي هي الالاينمنت او التانجنت. بالشكل ده انفذ بتاعي بالشكل ده بتاعي. واضح يا شباب؟ نعم. فين دي؟ الفيس نورمال؟ لا ما هو في حاجات مش هتتفعل، بس عشان تكون في الصوره احنا هنا النهارده احنا في يعني او في البرنسبلز البرنامج فيه حاجات كتير جدا ادفانسد، انا مش عايز اديلك لان الامر شوف فيه حاجات قد ايه، تمام؟ شوف بتكمل قد ايه، تمام؟ مش عايز اخش في كل امر لوحده ادي كل الاوامر او كل الفيتشرز بتاع الامر ده، فكده احنا مش هنخلص. فانا بديلك البرنسبلز الحاجات البسيطه اللي تمشينا على الاوامر المنفصله لوحدها دي. واضح يا شباب؟ طيب طبعا الميرور احنا عملناها قبل كده ونعرف نعملها لوحدنا. في عندي تاني حاجة تانية عايزين نقولها، الهول ويزرد. الهول ويزرد الفرق بين الكت الاكسترود كت والهول ويزرد، لو احنا عندنا عايزين نشتغل بحاجة اسمها او هنعمل مسامير او تقوب عشان نربط بيها الاجسام، تمام؟ ففي مكتبة مسامير وانواع تقوب عندنا لا حصر لها ولا عدد، او المكتبة كل الستاندرد اللي موجود عندنا، تمام؟ لو انت تشتغل الدن بيحط لك الانواع بتاعه. عندنا
اشكال التوب كتير جدا بالشكل ده كده، هختار توب بالشكل ده او توب بالشكل ده، تمام؟ لان هو بيعتبر هو حتى لو سماها هول وزر زي نفس الايقون بتاع الاكسترود كات نفس الشكل، بس اعتبر ان توب المسمار نوع خاص لان هو له مواصفات معينه، شكل المسمار الراس بتاعه له زاويه ميل، تمام؟ فسماها توب بس توب خاصه بقى اللي هي المسامير بتاعتنا. عندي انواع كتير بالشكل ده كده، بختار من هنا القايمه كتير جدا، في ابلكيشن كتير، نوع المسمار، المقاس بتاعه، الهيد بتاعه، الكليرنس بتاعه. السلكشن الثاني علشان اختار المسمار اختار البوزيشن بتاعي، يبقى انا حددت التايب، اجي على البوزيشن، باجي هنا اعمل كليك، ده مسمار، ده الثاني، ده الثالث، بحط في المكان اللي انا عايزه. اخترت صح، بقول له تشيك بوكس، جه علم عندي وعمل لي التوب بتاعي على طول بالشكل ده كده. نعم؟ بألوز او من غير ألوز، هاجي على المسمار بتاعي، تمام؟ وافتح الايقون بتاعي. بحدد نوعية السن بتاعي، هحط له المقاس اولا، عندك مقاس 10، تمام؟ عندك ثرو اول او مسمار اللي هو مكمل للاخر، او مسمار ممكن عايز تعمل تخويش مسافه معينه، تمام؟ كل الحاجات ديت موجوده عندنا هنا، الكليرنس بتاعي، الراس بتاعي، تمام؟ كل الحاجات ديت عايز تحط له سن او ما تحطلوش سن، تعمل فيه الالاوز بتاعه ما تعملوش، كل الحاجات ديت موجوده في الابلايد فيتشرز بتاعي بتاع نوع المسمار. بعمل صح، اي تعديل بيقوم جاي ظاهر اوتوماتيك عندي هنا. هيقول لك في الرسم، او انت لو انت بتعمل ديزاين انت بتحدد لبتاع الرسم ان انت عايز مسمار 8 مللي، راس طاسه او راس سداسي او راس ايه. انت ما بتسالش يا باشمهندس، انت الديزاينر، الخراط ملوش دعوه، الفني ما يملك اي حاجه، انت اللي بتصمم. هو مالوش دعوه، هو عبد المامور، انت حضرتك المهندس وانت اللي حطيت التصميم، وانت عارف بتختار المسمار ده على اساس ايه، وبتختار المسمار ده على اساس ايه، هتحط مسمار 22 مللي ولا 10 مللي ولا 8 مللي بناء على الحمل اللي هيشيله المسمار. خراط ما يفهمش حاجه، ان كان فاهم فاهم بالخبره والممارسه، لكن كاساس انت حضرتك انت اللي عامل الديزاين. انت النهارده ما بتركب طياره او بتصنع طياره او عربيه او اي حاجه، امتى بتحط مسمار 22، امتى بتحط مسمار 24، امتى بتحط الراس سداسيه او بتحط الراس غطسه او بتحط مسمار الانكيه، انت عارف الابلكيشن بتاعك والحمل اللي هيشيله ايه، وانت بتحدد نوع المسمار، ان كان مسمار نحاس او مسمار الومنيوم او مسمار صلب، تمام؟ ممكن عايز ما تحطش مسامير، عايز تحط خوابير او عايز تحط برشام، انت الديزاينر وانت عارف المسمار ده هيستحمل قد ايه، بناء عليه بتختار نوع المسمار. علشان كده كل ده انا بعمل اللوحه جاهزه وبرفع الابعاد على السكتش عشان يروح عنده ينفذ زي ما انا عايزه بس، تمام؟ ما بسيبلوش واحد في المليون انه هيفكر في حاجه، انا مش عايزه يفكر، لو فكر اروح انا اروح وهو يكمل يشتغل. واضح يا شباب؟ طبعا في احنا كده معظم الاوامر، انا لسه ما خلصتش، معظم الاوامر احنا شبه غطيناها، اي امر جديد ممكن نحتاجه واحنا شغالين هنتعرض ليه. المره الجايه ان شاء الله هنشتغل ازاي نبتدي اعمل بارت، او ازاي اختار استراتيجي ان انا ابتدي من الشمال او ابتدي من اليمين او ابتدي من فوق او ابتدي تحت، اي طريقه وكل الطرق صح. مش هنقدر نقول امتى صح وامتى غلط الا لما نتمرس ونعرف نشتغل، تمام؟ هنبتدي بعد ما نخلص البارتس هنخش على التجميع، واحنا شغالين في النص هنعمل سيلكشن للماتيريال بتاعي، احدد انا شغال الومنيوم ولا نحاس، لان في حاجه مهمه جدا، انت صنعت الجهاز ده او الموديل بتاعك ده هو عارف نفسه. ايوه تعالى لي، تعالى لي مره، انت صنعت الموديل بتاعك ده وحددت بالجسم بتاعك بالشكل بتاعه ايا كان الشكل، عايز تعرف انت اخترته نحاس هيبقى كتلته قد ايه، علشان لما توديه التصنيع تقول لهم هاتوا لي حته 5 كيلو او 10 كيلو هنصنع منها، تمام؟ علشان اسالك في الامتحان اقول لك انت بتعرف الوزن او كتله الجسم ده كام كيلو منين، تمام؟ لازم اعرف الكتله. واضح يا شباب؟
مش بالمفهوم الاستريس اناليسيس قال لا ده هناخد حته بس صغيره منه. الاستريس اناليسيس ده حاجات كبيره جدا. تمام؟ واضح يا شباب؟ ارجوكم لو سمحتم عايز الناس تمرن ايديها ما تستناش هيتقال له ايه في السكشن، ارسم على قد ما تقدر. ماشي يا شباب؟ شكرا ونتقابل المره الجايه ان شاء الله. اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس